بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامج اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم بشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله. يشرحه في هذه الحلقات صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع لقائنا نرحب بشيخنا الكريم، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. لما ذكر المؤلف رحمه الله شيئا من اختلاف التنوع والتضاد وأتينا عليه في الحلقة السالفة، قال عظم الله أجره: ومن جعل الله له هداية ونورا رأى من هذا ما يتبين له به منفعة ما جاء في الكتاب والسنة من النهي عن هذا وأشباهه، أي اختلاف التضاد، وإن كانت القلوب الصحيحة تنكر هذا ابتداء، لكن نور على نور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فمراد الشيخ رحمه الله من هذا الكلام أن الإنسان لا يعرف هذه المباحث العظيمة، وهي الوقوف على أنواع الاختلاف السائغ والاختلاف الممنوع، لا يدرك هذا إلا من تتبع نصوص الكتاب والسنة بتدبر وتفقه. فهذا فيه الحث على تدبر كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا سيما في مثل هذه المواقف الصعبة التي هي مظلة أفهام ومزلة أقدام. فإن غالب المختلفين إنما وقع أكثرهم في الضلال بسبب الجهل بأنواع الاختلاف وما يسوغ منه وما لا يسوغ، وما هي الآداب التي يتحلى بها المختلفون فيما بينهم. وهذا لا شك أنه أمر يحتاج إلى اهتمام وإلى تأمل وطول نظر. قال رحمه الله: وإن كان هذا واضحا، لكن هذا يزيده وضوحا عند من يفهم كلام الله وكلام رسوله، إنما يزيده هذا وضوحا وإن كان واضحا له من الأول. ولا شك أن زيادة العلم تفيد الإنسان، وكل ما زاد علم الإنسان زادت استفادته. ولهذا قال الله جل وعلا لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. الإنسان بحاجة إلى الزيادة من العلم، وإذا كان هذا في العلماء وأنهم بحاجة إلى الزيادة من العلم، فكيف بالجهال، وكيف بالمبتدئين في طلب العلم، وكيف بالمتعالمين؟ فإنهم أشد حاجة في أن يتوقفوا عن هذه الأمور، ولا يدخلوا فيها إلا بروية وبصيرة وفقه في دين الله، لئلا يضلوا ويضلوا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وهذا القسم الذي سميناه اختلاف التنوع، كل واحد من المختلفين مصيب فيه بلا تردد،
لكن الذم واقع على من بغى على الآخر فيه. اختلاف التنوع هو كما سبق أن يكون الدليل محتملا لعدة وجوه، أو يكون في المسألة عدة أدلة. يكون في المسألة عدة أدلة وكل أخذ بدليل، أو كل أخذ بوجه من وجوه الدلالة، فكل منهما محق، لا الذي أخذ بوجه من وجوه الدلالة ولا الذي أخذ بدليل من الأدلة المتنوعة في المسألة الواحدة، كل منهما محق حتى يتبين له أنه على خطأ، فليس لخصمه أن يظلمه وأن يحكم عليه بالضلال أو بالبدعة أو أشد من ذلك بالتكفير، كما يقع من كثير من جهال المنتسبين إلى طلب العلم. نعم. قال: وقد دل القرآن على حمد كل واحدة من الطائفتين في مثل ذلك اختلاف التنوع إذا لم يحصل بغي، كما في قوله: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله. وقد كانوا اختلفوا في قطع الأشجار، فقطع قوم وترك آخرون. نعم، فكل من أخذ بوجه من وجوه الدلالة في الدليل الواحد كل منهما على حق، وكل منهما محمود ومأجور، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وضرب الشيخ لذلك مثالا في القرآن الكريم، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما غزا بني النضير من اليهود، لما خانوا العهد وغزاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا قريبين من المدينة، لم يحتاجوا إلى خيل وركاب، بل مشوا إليهم بأقدامهم، فلما وصلوا إليهم بعضهم قطع الأشجار والنخيل نكاية باليهود، وبعضهم لم يقطع، فاختلفوا في هذا، فكل منهما محق، وقد صوب الله الطائفتين، قال: ما قطعتم من لينة، واللينة هي النخلة، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، أي بشرعه، بإذن الله الشرعي، لأن الإذن على قسمين: إذن كوني كما في قوله: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذنه الكوني القدري، والإذن الشرعي الذي يأمر الله به وينهى، هذا هو الإذن الشرعي. فكل من الطائفتين محق، الذين قطعوا نكاية بالعدو، والذين لم يقطعوا لأجل الإبقاء على الأشجار النافعة المفيدة. ولهذا قال: ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله، فصوب الطائفتين وإن كانتا مختلفتين، لكن لما كان لكل من الطائفتين وجه حق ودلالة فإن الله صوب الطائفتين. فهذا دليل على أن اختلاف التنوع لا يضلل فيه. نعم. قال: وكما في قوله: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، فخص سليمان بالفهم وأثنى عليهما بالعلم والحكم. وكذلك قصة داود وسليمان عليهما السلام في قصة الغنم التي أكلت زرع القوم، نفشت فيه غنم القوم، يعني رعته في الليل، والنفش هو الرعي في الليل. فلما تخاصموا إلى داود عليه السلام حكم بأن الغنم تكون لأصحاب الحرث عوضا عن حرثهم. فلما جاءوا إلى سليمان عليه السلام حكم بأن تدفع الغنم لأهل الحرث يشربون من ألبانها ويستفيدون منها، وحكم على أهل الغنم أن يسقوا الزرع حتى يتكامل كما كان، ثم ترد الغنم
إلى أصحابها والزرع إلى أصحابه. فالله جل وعلا صوب سليمان، ولهذا قال ففهمناها سليمان، وأثنى على كل من داود وسليمان بالعلم، فدل على أن الاجتهاد في المواطن التي يسوغ فيها الاجتهاد أنه لا يلام أحد الطرفين، وكل يأتي بما أدى إليه فهمه واجتهاده. نعم. وكما في إقرار النبي صلى الله عليه وسلم يوم بني قريظة لمن صلى العصر في وقتها ولمن أخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة. وهذا مثال ثالث ساقه الشيخ رحمه الله في اختلاف التنوع، اختلاف التنوع، وأن كلا من الطائفتين على حق، وأن له الثناء من الله سبحانه وتعالى. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت الأحزاب من الكفار بقيادة أبي سفيان وتحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدون القضاء عليه وعلى دعوته، ونزلوا على مشارف المدينة ومعهم القوات والجنود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد حفر خندقا حول المدينة فلم يستطيعوا الدخول إليها بخيلهم، وانتهت القصة بأن الله رد الكافرين بغيظهم، لم ينالوا خيرا، فأرسل عليهم الريح التي اقتلعت خيامهم وحصبتهم، وأنزل الملائكة فأفزعتهم في قلوبهم، فما استطاعوا البقاء ورحلوا خائبين، وسلم الله المسلمين من شرهم. ولكن بعد الابتلاء والامتحان الشديد والكرب العظيم الذي نزل بالمسلمين، لكن فرج الله عنهم. عند ذلك أمر الله رسوله ألا يضعوا أسلحتهم حتى يغزوا بني قريظة، لأنهم خانوا الله ورسوله ونقضوا العهد وانضموا إلى الكفار، في حين أنهم عاهدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يدافعوا عن المدينة من أرادها بسوء. فلما جاء من يريد المدينة بسوء خانوا العهد وانضموا إلى العدو. فالله جل وعلا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أن يغزوا بني قريظة بعد غزوة الأحزاب مباشرة. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذا هو محل الشاهد، قال لأصحابه: لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة، حي من أحياء المدينة. فحانت صلاة العصر وهم في الطريق، فبعضهم نظر إلى أن القصد هو الحث على المبادرة وليس المعنى ظاهر اللفظ، ليس المعنى هو ظاهر اللفظ ألا يصلين أحد إلا في بني قريظة، هذا ظاهر اللفظ، ولكن معناه المبادرة، الحث على المبادرة، وليس القصد إيقاع الصلاة في مكان معين. هذا رآه بعضهم، ولم يصلي إلا في بني قريظة عملا بظاهر النص، بينما البعض الآخر قال إن غرض الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحث على المبادرة، وليس معناه أنه لا توقع الصلاة إلا في بني قريظة وتؤخر عن وقتها، لأن الله قال وإن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فإذا حان وقتها تؤدى، فصلوا في الطريق. فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم صوب كلا من الطائفتين، لأنها أخذت بوجه من وجوه الدليل، هؤلاء أخذوا بالظاهر وأولئك أخذوا بالمعنى، بمعنى الدليل، بمعنى الدليل. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم كلا الطائفتين، دل على أن الاختلاف التنوع أنه لا يضر، وأنه لا لوم على أحد من الطرفين، ما لم يتبين أن الطرف الآخر مخطئ فيرد إلى الصواب ويكون مأجورا على اجتهاده. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكما في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، ونظائره كثيرة.
وكذلك في هذا الحديث هذا مثال آخر لأن اجتهاد التنوع الاختلاف في التنوع أنه لا يضر. قوله صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم يعني القاضي فأصاب في اجتهاده أصاب الحكم الشرعي فله أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد أجر الاجتهاد، ويعفو الله عن الخطأ لأنه لم يقصد الخطأ وإنما قصده الحق. فهذا أيضا يدل على أن إذا اجتهد الحاكمان واختلف اختلاف تنوع أنه لا لوم على واحد منهما. نعم. قال وإذا جعلت هذا قسما آخر أي ما يحمد فيه الطائفتان صار الاختلاف ثلاثة أقسام. أي نعم، اختلاف يذم أصحابه وهو اختلاف التضاد، واختلاف يحمد أصحابه جميعا وهو اختلاف التنوع، واختلاف يصوب فيه أحد الطرفين دون الآخر لكن يعذر الآخر وهو الاختلاف المذكور في هذا الحديث إذا اجتهد الحاكم. نعم. وأما القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله فهو ما حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم فيه الأخرى، كما في قوله تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض إلى قوله ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا. فقوله ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر حمد لإحدى الطائفتين وهم المؤمنون وذم الأخرى. نعم، قال الله جل وعلا يعني النوع الثاني من الاختلاف هو اختلاف التضاد وهو الذي يذم فيه أحد الطرفين ويحمد الآخر، يحمد الذي على الحق ويذم الذي على الباطل. منه قوله تعالى في هذه الآية تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، هذا فيه دليل على أن الرسل يتفاضلون وأن بعضهم أفضل من بعض بلا شك، وأفضلهم الخليلان إبراهيم ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أفضل الرسل بعضهم أفضل من بعض، منهم من كلم الله وهو موسى عليه الصلاة والسلام ميزه الله بأن الله كلمه مباشرة بدون واسطة، وأما بقية الرسل فإنه يوحي إليهم بواسطة الملك، فهذه خصيصة لموسى عليه السلام أن الله كلمه بدون واسطة وسمع موسى عليه السلام كلام ربه عز وجل، هذه مرتبة لم ينلها إلا موسى عليه السلام. فهذا دليل على أن الرسل يتفاضلون فيما بينهم، ولكن ليس معنى هذا أننا نتنقص المفضول، وإنما نذكر التفضيل من باب التحدث بنعمة الله عز وجل دون أن نتنقص المفضول. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لا تفاضلوا بين الأنبياء، بمعنى لا تفاضلوا بينهم مفاضلة تحمل على تنقص المفضول. وقال صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس ابن متى، فلا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل، ومع هذا قال لا تفضلوني على يونس، لأن إذا كان هذا من باب تنقيص المفضول فهو لا يجوز، أما إن كان من باب التحدث بنعمة الله وبيان الواقع وأن الرسل يتفاضلون وأن المؤمنين يتفاضلون وأن الصحابة يتفاضلون فيما بينهم فهذا شيء واقع، لكن لا يحمل هذا على تنقص المفضول والمفاخرة بالفاضل، إن هذا شيء لا يجوز. منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، هذا مما فضل الله به عيسى بن مريم عليه السلام أنه روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم، وأن الله أيده بجبريل بروح القدس، وأنه يحيي الموتى بإذن الله، وأنه يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله،
هذه من خصائص عيسى عليه الصلاة والسلام. ورفع وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ثم قال سبحانه وتعالى، وهذا محل الشاهد، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات. لو شاء الله جل وعلا ما حصل بين الذين جاءوا من بعد الرسل، الذين جاءوا من بعد الرسل قتال فيما بينهم، فوقوع القتال هذا بإذن الله وإرادته الكونية ومشيئته الكونية، لأن المشيئة لا تكون إلا كونية، بخلاف الإرادة فإنها تكون كونية وتكون شرعية. نعم، فالمشيئة لا تكون إلا كونية، فلو شاء الله ما اقتتل، فدل على أن اقتتالهم إنما هو بقضاء وقدر من الله، وأن الله قدر ذلك عليهم عقوبة لهم. ليه؟ لأنهم اختلفوا. نعم، فلما اختلفوا سلط الله بعضهم على بعض، فهذا فيه ذم الاختلاف الذي هو من النوع الثاني الذي هو اختلاف التضاد، أن هذا ذم، لأن الله لما اختلفوا اختلافا غير مأذون به شرعا، لأنهم جاءتهم البينات، فما كان لهم أن يختلفوا لو أنهم أخذوا بالبينات. نعم، ما كان لهم أن يختلفوا، لكنهم تركوا الشرع وأخذوا بآرائهم وعقولهم فاختلفوا، ثم أدى هذا إلى القتال فيما بينهم وأن يقتل بعضهم بعضا. فهذا دليل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الاقتتال وسفك الدماء، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفرق والاختلاف، وأمر بالجماعة والسمع والطاعة لأجل حقن الدماء واجتماع الكلمة. ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. هذه مصيبة عظيمة، دل على أن اختلاف التضاد يؤدي إلى الكفر، وأن من ثبت على الحق فهو مؤمن، ومن ترك الحق وذهب معه فهو كافر. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. ولو شاء الله كرر سبحانه وتعالى ليؤكد أن ما يقع في هذا الكون من خير أو شر أنه بإرادة الله ومشيئته، وأنه بقضائه وقدره، وأنه لا يقدر إلا ما فيه الحكمة، وهو الحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها. فلو أنهم اتبعوا البينات واتبعوا ما شرع الله ما حصل بينهم اختلاف، اللهم إلا خلاف التنوع، وهذا لا يضر، أما اختلاف التضاد فلا يقع مع التمسك بالكتاب والسنة أبدا. نعم، أحسن الله إليكم الشيخ. قبل أن نغادر الآية، في حديث الإسراء، هل النبي صلى الله عليه وسلم محمد سمع من كلام الله؟ نعم، لكن هذه واقعة واحدة، وأما موسى عليه السلام فقد سمع كلام الله في كل فترة رسالته. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وكذلك قوله: هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، إلى قوله: إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، مع ما ثبت في الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه أنها أنزلت في المقتتلين يوم بدر، علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم، والذين بارزوهم من قريش وهم عتبة وشيبة والوليد. نعم، هذا أيضا دليل على أن اختلاف التضاد أنه مذموم. نعم، قال سبحانه وتعالى: هذان خصمان اختصموا في ربهم. اختصموا في ربهم يعني اختلفوا، بالكفر والإيمان. لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم من الناس من آمن به واتبع الحق، ومنهم من كفر به واتبع الباطل، وهم كفار قريش. ولما جاءت غزوة بدر جاء نفر من رؤساء قريش يطلبون المبارزة، والمبارزة أن يبرز المقاتلان الشجاعان بسيفيهما، يتبارزان ويتضاربان بالسيوف أيهما يغلب الآخر، لتظهر قوة الغالب وقوة جماعته. فجاءوا من عجبهم وكبريائهم يطلبون المبارزة من الصحابة، فقام الأنصار ليبارزوهم،
قالوا إنا لا نقبل إلا من إخواننا، يعني من قريش. فبرز لهم علي وحمزة وعبيدة رضي الله عنهم من قريش، فبارزوهم، فقتل علي وحمزة خصميهما، وتبادل عبيدة مع خصمه ضربتان، ورجع سيفه عليه رضي الله عنه فاستشهد رضي الله عنه. ثم إن حمزة وعليا لما فرغ من خصميهما جاء وقتل خصم عبيدة، فقضوا على الكفار، فبذلك ظهرت قوة المسلمين على الكفار وأذلهم الله عز وجل. هذا أول نكبة حصلت على الكفار. ثم ذكر الله ذلك في هذه الآية: هذان خصمان هم المتبارزون، من خصمان من المؤمنين ومن الكفار، اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار صب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وأذوقوا عذاب الحريق. هذا في صنف الكفار، وأن هذا مآلهم والعياذ بالله بعد موتهم. وإن الله يدخل الذين آمنوا، هذا الطرف الثاني المؤمنون، يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إلى آخر الآية. فهذا من اختلاف التضاد، وهو اختلاف الكفر والإيمان. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم خيرا. أيها المستمعون الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية زميلي مهندس الصوت يحيى عبد الله إبراهيم. حتى نلقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.